رفقة تنظيف المصابيح. علي أن أرى من على الباب، وعندما أعود ستأكلين المزيد من الحساء. يعقوب عمي، ادخلا ادخلا. اهلا بكما، ارجوكما تفضلا. امي، ابي، يعقوب ووالده هنا، ماذا افعل؟ حسناً، أدخليهما الغرفة الرئيسية مريم، وأعدي لهما الطعام، وسآتي بعد لحظات. ادخلا من فضلكما، أبي يقول إنه سيكون معكما بعد لحظات. نحن فرحين بوجودكما هنا، ليكن بيتنا بيتكم. نوح، أحضر الماء وساعد ضيوفنا على الاغتسال. حسناً حسناً. نعم، ماذا تريدين؟ يعقوب ووالده هنا، علينا إعداد الطعام، هيا تعالى. سآتي بأسرع ما يمكنني. أسرعي. لا عليك مريم. لا أبي، دعني أساعدك. مريم، ساعديه بارتدائه. هذا جيد. خذيني إليهما ابنتي. موسى، مرحبا عمي موسى. يعقوب، أرجوك اجلس. من الجيد أن أراك موسى. أنا آسف لمرضك. أنا أصلي كي يشفيك الله ويعيد لك صحتك قريبا جدا. من فمك إلى أذن الله. أجل، كيف أساعدك اليوم يا جاري؟ أتيت اليوم من أجل ابني يعقوب. إنه شاب صالح، وأظن أنه سيكون زوجا صالحا لابنتي.
ثم اقترح والد يعقوب تقصير فترة الخطوبة، قال إن الأيام عصيبة ولا نعلم ما سيجري، يريدنا أن نتزوج بعد 3 أشهر. وماذا قال والدك؟ هو موافق، سنتزوج بعد 3 أشهر. لقد أحضروا أيوب ووقعوا العقد، ومن ثم أعطاني يعقوب القلادة. أليست أجمل من أي شيء رأيتيه؟ بلى حبيبتي، جميلة. لكن خالتي، لا أعرف ما ستفعل عائلتي من دوني. أنا متشوقة ليعقوب، لكن من الجهة الأخرى ستجدين أنت ويعقوب طريقة لمساعدتهما معا. وسارة وأيوب هنا أيضا. لكن سارة مريضة جدا. لن تكون مريضة للأبد يا ابنتي، هي ستلد. أعلم، لكن هي وأيوب ما زالا يتحدثان عن الانتقال قرب أهله بعد أن تلد. وعندما يحين وقت رحيلهما سيرحلان، سيقودهما الله، كما سيقودك أنت ويعقوب كلما تحدثتما معا وصليتما معا وتبعتما. لطالما أخبرتنا أمي أنه علينا أن نكون زوجات خاضعات، وأنه يوماً ما سنعيش مع عائلة زوجنا، لكن إن احتاجني أبي وأمي. الخضوع هو أيضاً خطوة إيمان مريم. يعقوب وأنا لم نبدأ حياتنا بعد وأنا مضطربة. أوه خالتي، لا أعلم حتى كيف أكون نفسي. الآن علي أن أفهم كيف أكون زوجة؟ في 3 أشهر لن أستطيع ذلك. مريم، أن تكوني زوجة خاضعة لا يعني ألا تكوني ما أنت. كلما تعلم يعقوب كيف يحبك وتعلمت أنت الخضوع له وخضعتما لبعضكما البعض أمام الله، ستصبحان شخصين مميزين كما خلقكما الله. إذن زواجي من يعقوب سيساعدني لأكون شخصاً أفضل؟ لم أقل هذا مريم. قيمة المرء ونضوجه لا يأتيان من كونه متزوج أم لا، لكل منا طريقه الخاص، ونحن ننمو بطاعتنا لله، بخدمتنا له وبخدمة الآخرين. أريد أن أخدم أمي وأبي. عليك التحدث مع يعقوب بهذا. تقصدين الآن؟ حسناً، أنتما الآن تخططان لحياتكما معاً صحيح؟ أجل، أظن ذلك. وتأخذان القرارات؟ أجل. إذن اطرحي عليه فوائد الأمر من منظارك أنت، لا تتركيه يتكهن بما تفكرين به. دعيه يعلم ما يهمك، لا لكي تجبريه على القيام بما تريدينه أنت فقط، بل لكي يتخذ القرارات الأنسب. لديك بصيرة هو يحتاجها. مريم، انظري كل هذه المصابيح التي كنا ننظفها ونملأها بالزيت. إنها جميلة جداً، لديك أشكال مختلفة منها. أحب المصابيح، لكن أترين كلها لديها الهدف نفسه، وهو أن تضيء. تماماً، لكنها تضيء بطرق مختلفة. هذا مثلاً يعكس أشكالاً جميلة على الحائط، وهذا يعكس نوراً قوياً على دفتر حسابات الزوج وهو يعمل ليلاً، وهذا مشع جداً وذلك ضوءه أخف. كل المصابيح لديها قاسم مشترك، كلها تحتاج للتنظيف والزيت قبل إشعال الفتيل، لكن كل واحد منها لديه تأثير مختلف عن سائر المصابيح. قال يسوع إننا نشبه المصابيح مريم، قال لنا أن نجعل نورنا مضيء. هدف حياتنا هو أن نضيء بنور الله في العالم، لكن كل واحد منا يضيء بشكل مختلف عن الآخر. إذن أنا مثل المصباح؟ أجل، أينما ذهبت هدفك هو نفسه، أن يضيء نورك. أحياناً أطفئ هذا النور، مثل عندما أتجادل مع سارة.
كلنا نمر بهذه الأوقات. لكن أنت أظن أنك مصباح مميز بجماله، وأي منزل تدخلينه تذكري أن تضيئي كما خلقك الله لتضيئي. جمالك أمام الله ناتج عن كونك ما أرادك هو أن تكوني. بعض أجمل النساء اللواتي أعرفهن، أنا أتحدث عن الجمال الداخلي، عن النور الذي فينا، كان عليهن أن يضئن في أظلم الأوقات، في أظلم الأماكن. كان عليهن أن يتكلن على الله لملء مصابيحهن يومياً لحظة بلحظة، لكنه يشع من خلالهن ببريق يأخذ الأنفاس. أي أوقات مظلمة؟ خسارة زوج أو خسارة طفل، حرب أو مجاعة، هناك الكثير من الأمور. هل هذا يخيفك؟ بالطبع يا ابنتي، إن حاولنا التفكير بكل الأمور التي قد تحصل معنا سيكون الأمر صعباً جداً. يبدو أنك تضيئين في الأوقات المظلمة. لست أكيدة من ذلك، لا أنير دائماً كما يجب أن أفعل. هل تفكرين أحياناً أن حياتك كانت أسهل لو لم تتزوجي؟ أسهل؟ لا، لا أظن ذلك، أظن أنها كانت لتكون صعبة ببعض النواحي. تعلمين يا مريم، كل واحدة منا لديها مواهب وفرص مختلفة، وأنا سأستجيب لله على ما أعطاني إياه. مواهبي ومن أنا لن يتغيروا لو لم أكن متزوجة. سارة لديها صديقة لم تتزوج، والفتيات ينظرن إليها بدونية. بعض الناس يعتقدون أن هدف الفتاة الوحيد هو الزواج، لكني أؤمن أن هدفنا في الحياة يجب أن يكون خدمة الله في أي ظرف وجدنا فيه، سواء كنا متزوجات أم لا، أو أرامل مثل نورة. لكل منا عطاياها ومواهبها، وعلينا استخدامها بأفضل شكل أينما وضعنا. حتى عندما لا نثق بأنفسنا؟ حتى عندها. أخبر يسوع قصة عن الأمر. كان رجل ذاهباً برحلة، ودعا خدامه وقسم عليهم كل ممتلكاته. لواحد أعطاه 5 وزنات من الفضة، ولآخر 2، وللثالث أعطى 1، كل بحسب قدرته. وبعد فترة طويلة عاد سيد أولئك الخدم وحسبهم. قال الخادم الذي أخذ 5 وزنات: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات أخرى ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أميناً على القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيد، 2 سلمتني، هوذا 2 أخريان ربحتهما. فقال له سيده: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أميناً على القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضاً الذي أخذ 1 وقال:
عرفت أنك إنسان قاس، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض. هو ذا الذي لك. فأجابه سيده: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع؟ فكان يجب أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي مع ربا. فعاقب السيد عبده لأنه لم يستثمر الوزنة الموكلة إليه. الله أعطى كل واحدة منا وزنات يا مريم، سواء كنا متزوجات أم غير متزوجات، لدينا أولاد أم لا، أغنياء أم فقراء، لقد أعطى كل واحدة منا مواهب وعطايا مختلفة داخلنا، لكن علينا أن نقدر ما أعطانا إياه الله وأن نستثمر أنفسنا بالكامل في المكان والعلاقات التي دعانا إليها. وعندما نفعل هذا سنتمكن من الذهاب إليه ومقابلته وجهاً لوجه في اليوم الأخير واختبار فرح قبوله لنا. وفي ذلك اليوم سننير حقاً. هو سينير من خلالنا. مريم، أريدك أن تأخذي هذا المصباح ليكن هدية الخطوبة مني لك، وعندما تنظرين إليه فكري بكل ما أوكله الله لك، وتذكري دائماً أنك تشرقين بمحبة الله أينما ذهبت. لكن خالتي، إنه جميل جداً، لا أستطيع. عزيزتي، إن جماله لا يكفي، أنت ابنة لله، أنت أميرة في ملكوت السماء، أنت أخت صغيرة لملك الملوك ورب الأرباب. خذيه وتذكري دائما كل ما فعلت وأينما ذهبت من أنت بالمسيح. لكن أنا لا أستطيع. عليك أخذه، أنا مصرة لن أدعك ترحلين بدونه. لدي الكثير لأتحدث عنه مع يعقوب، لكن علي العودة لأمي وأبي. لا يمكنك الذهاب دون هذا. هناك من يريد رؤيتك. أدخليها. دليلة، ما الأمر؟ آسفة للإزعاج، لكن أمي مريضة جداً، وعرفت من مريم أن لديك قدرة إلهية على الشفاء. هل أتيت معي لمساعدة أمي؟ ليس لدي قوة مني، لكن الله لديه. سآتي وسأحضر أدويتي، وطبعاً سأصلي لأمك. سآتي معك، إنها على طريقي. اذهبا أنتما يا بنات، سألحقكما. شكراً دبورة. مريم، ما هذه القلادة؟ سأتزوج من يعقوب بعد 3 أشهر. مريم، هذا رائع. أنت محظوظة جداً. أنا لا أظن أني سأتزوج أبداً. لا تقولي هذا، أنا أكبر منك مريم. لكن دليلة، لا تحتاجين رجلاً لتكوني مهمة في عيني الله، هو يحبنا كما نحن. ما كانت مخاوف مريم بشأن زواجها من يعقوب؟
كيف تفاعلت رفقة مع مخاوف مريم؟ ماذا قالت رفقة بشأن قيمة وهدف كل امرأة ورجل أمام الله؟ ما هي وزناتك ومواهبك الخاصة؟ ماذا يخبرنا مثل الوزنات عن عطايانا؟